فاليوم غادي نتعرفوا على مقام الكرد في العديد من الدرجات. مقام الكرد اللي هو يعني معروف ومتداول كثير يعني في الموسيقى العربية. فغنبداو بالكرد على الصول، الكرد على الصول اللي كيبدا من هنا. والكرد على الصول كيفيه السي بيمول المي بيمول اللا بيمول، السي بيمول المي بيمول اللا بيمول. نديرو تقسيم، ثم ناخذ دابا الان يعني كرد على الري. كرد على الري كيكون فيه العلامات السي بيمول والمي بيمول، اي كيمشي بحال هكا. والكرد على الري فيه السي بيمول والمي بيمول. هذا بالنسبة للكرد على الري. غنمشيو الكرد على المي. الكرد على المي ما كتكونش في السلم الموسيقي ولا شيء، هو سامبل. هذا كرد على المي، من المي حتى المي بدون علامات. هذا بالنسبة للكرد على المي. فناخذ كرد على الله. كرد على الله كتكون فيه فقط السي بيمول. فقط السي بيمول في السلم الموسيقي. ناخذ مثلا قانون. هذا بالنسبة للكرد على الله. الكرد على الضو على الشكل التالي. الكرد على الضو كتكون فيه السي بيمول والمي بيمول واللا بيمول والري بيمول، يعني في ربعة لي زالتيراسيون، يعني ربعة ديال العلامات الموسيقية السي بيمول المي بيمول لا بيمول ري بيمول. Thank you.
هذا بالنسبه للقعود على الضوء. فاحنا حاولنا نديروا على درجات مختلفه باش تعرفوا على الكرد اكثر، ونفس الابعاد يعني حسبوا نفس الابعاد، وطريقه حساب الابعاد فهي على الشكل التالي. مثلا في الكرد مثلا من ضو للري الري بيمول نصف بعد، ومن الري بيمول للمي بيمول بعد، ومن المي بيمول الى الفا بعد، ومن الفا الى الصول بعد، ومن الصول الى لا بيمول نصف بعد، ومن لا بيمول الى السي بيمول هو بعد، ومن السي بيمول ضو هو بعد. فحسبوا هذه الابعاد بالترتيب ونفذوها على جميع الدرجات، فإذا خديتوا نفس الابعاد فغتحصلوا على الكرد. هذا بالنسبه للكرد. طبعا كانت هذه الحلقه، فنتمنى لكم الاستفاده، وإلى اللقاء في حلقات قادمه.